للعالم كامل وبالخصوص المغاربة داخل الوطن وخارجه على هذا الأمر اللي هو موضوع الساعة. منطقة العرجة اللي هي منطقة أراضي مغربية فيجيجية 100% بالوثائق الثبوتية للملكية ديالها، تعطينا واحد الصورة واضحة للمتتبعين والمشاهدين باش يعرفوا الحقائق نتاع هذا الحدث هذا بكل تفاصيله. ولك الشكر الجزيل. شكرا جزيلا. صباح الخير ولا مساء الخير للمشاهدات والمشاهدين. بالنسبة لقضية الحدود المغربية الجزائرية، يجب أن نعلم أن منطقة فيكيك أو مدينة فيكيك هي التي أوقفت الغزو العثماني لشمال إفريقيا، وما انتصر العثمانيون ومن هنا لم يلجوا إلى المغرب وبقيت هي واليمن دون أن يستولي عليها العثمانيون. هذا نقطة مهمة في تاريخ الوطن. ولكن بعد معركة إسري واتفاقية اللامغنية نجد بأن السلطات الفرنسية فرضت حدودا ما بين المغرب والجزائر، ما بين المغرب المملكة الشريفة والجزائر الفرنسية كما كانت تسمى. فطبيعة الحال فيجي كان له امتدادات في كثير عشرات الكيلومترات الآن داخل الجزائر، عشرات الكيلومترات. عندما أقول عشرات الكيلومترات فقصور فيجي كانوا في تاغلا وكانوا في تمزغت، ونجد أن هناك آثار للمقابر حيث كانت هذه القصور لتتجمع فيما بعد لتصبح تكون ما يسمى بفيديك. إذن عندنا جهة الملياس في تغلى في المناطق الآن اللي محسوبة على الجزائر، عندنا قصور كانت في هذه المناطق. إذن فرضت هذه الحدود التي كانت مسمات إلى حدود تفنى، ولكن في الجنوب تم تركها بدون تحديد. لماذا؟ لأن منطقة توات إلى حتى تيميمون كلها كانت تابعة للمغرب في السابق، المملكة المغربية للعلويين وقبل العلويين كانت تابعة للمغرب. فمثلا إذا أردنا أن نسمي الأشياء بالأمازيغية الموجودة في جيج هي اللي موجودة في جيش الشمال، وأيضا هي موجودة في بنيومليف في بوسمغون في تاغيت وغيرها، فكانت ممتدة إلى خدنا مناهل الصفا للفشتالي يعددها بأنها كانت هناك واحة تشد قرية تشد بقرية إلى حدود مالي، ولكن التصحر إلى آخره أدى إلى أنها اندثرت. لنعود إلى وقت الاستعمار 1901، تمت اتفاقية ما بين فرنسا والمغرب وحددت الحدود ما بيننا، ونجد بأن إلى حدود أواخر السبعينات كنا نتنقل بكل حرية إلى الأملاك الموجودة في كل هذه المناطق. والاتفاقية 1901 ماذا تقول؟ تقول بأن الأملاك التي يملكها أهل فيجيك لهم الحق في استغلالها والتنقل إليها متى شاءوا وكما كما كانوا فيما قبل، واللي هي ما وراء السكة الحديدية. باش يفهموا الإخوان شنو هي السكة الحديدية، فرنسا لما كانت تبني السكة الحديدية لتصل إلى كولومبيشار لأخذ الفحم الحجري من كولومبيشار، وكولومبيشار إلى في حدود السبعينات كانت الحافلة التي تقل من وجدة إلى فيجي كان فيها لاغريمون من بشار من كولومبيشار إلى وجدة، لأن بشار كانت هي. فلما أرادوا أن تمر السكك الحديدية جاءوا لتمر داخل فيجي مباشرة أمام بغداد.
لأن أعيان المدينة رفضوا ذلك وقالوا لهم أن يضعوا السكة وراء الجبل. وتم بناء محطة تسمى محطة فيجيك، مكتوبة مؤرخة في الكتب التاريخية لكارت بوستال فرنسا غار دو فيجيك، اللي هي بنيو النيف. هذه بنيو النيف شنو هي؟ هي قصر من قصور فيجيك. الساكنة نتاعها كانوا من فيجيك، لا زال هناك أتبو بشر من أولى سليمان عم عبد الملك لحد الساعة. وأيضا هناك أتبو راس وغيرهم من ساكنة فيجيك اللي موجودين إلى حد الآن في الجزائر. إذن قلت بأن كان الناس يتنقلون بكل حرية، وبالطبع أن هذه الاتفاقية اتفاقية دولية، ويجب بما أن الجزائر تقول بأنها تحترم الحدود الموروثة في الاستعمار، فإذا ورثت حدودا كمثل حدودنا فإن لأهل فيجيك الحق في التنقل بكل حرية إلى هذه المناطق واستغلالها، لأنها في ملكيتهم، أو الوثائق التبوتية موجودة عند المغاربة. وكانت عملية الضرائب التي كانت تؤدى إلى السلطات الفرنسية، جزء منها كان يؤدى في مدينة جرادة والجزء الثاني في مشرية. إذن في الجزائر ما بعد السكة كان الضرائب في الجانب الجزائري، والآخر شمال السكة وإلى الشمال والغرب الملياس إلى آخره كانت تؤدى في منطقة جرادة. دلف عنا إحصائيات من انطلاقا من هذا، فإلى خدينا واحد الكتاب المؤرخين كيتبعوه أو بي دو فيجيك 1920، يقول بأن واحة فيجيك كان فيها عائلة اسمها عائلة إن فامي دو بالميري اللي كتكون من 400 ألف نخلة. والآن فيجيك لم يبقى لها حتى العشر نتاع هذا العدد. فبطبيعة الحال غادي نوليو العرجة، لأن العرجة ما فيهاش هاد الآلاف اللي كنذكروا عليها في هاد المنطقة المحدودة، ولكن فيها أكثر من 15,000 نخلة على الأقل، إلا ما خاتنيش الذاكرة، لأن كاين الانضثار إلى آخره اللي كتهم قصر ولاد سليمان. إذا هاد الإشكال هو هذا نتاع النخيل في هاد المنطقة. قلنا بأن الحدود إلى هنا كانت تستغل من طرف أهل فيجيك لأنها في ملكيتهم، والملكيه حتى اذا كان الحدود تنتقل دائما كتبقى ملكيه، حتى اذا مشات الارض الاصل لدوله اخرى فهذه الملكيه ما كتمحاش بجره قلم، غير الا بغات الدوله انها ما يبقاوش تما هاد الناس هاد الملكيه، كيخصهم يعوضوا هاد الناس في الاراضي نتاعهم والنخل نتاعهم، ماشي يقولوا بانه الارض ماشي نتاعكم، لا، الارض نتاع الملكيه نتاعنا، ولكن لو تيريتوار او الارض نتاع الدوله الجزائريه ماشي مشكل، ولكن هذيك ارضنا. هذا بالنسبه لي، لان اتكلم لان ابن المنطقه واعرف كل ما اقوله. وبالطبع في سنه 1972 بطبيعه الحال كانت اتفاقيه تحديد افران، تحديد الحدود ما بين المغرب والجزائر، وتم نشرها في سنه 73 في الجريدة الرسمية الجزائرية. وبالطبع كان هناك حسن نية لدى السلطات المغربية على المرحوم الحسن الثاني، وإن كان فيها أضرار، ولكن يجب أن نقر أيضا بأن هذه الاتفاقية تقر وتنص على اتفاقية 1901 و 1902 و 1845، أي أن هذه الملكية نتاع ساكنة فيجيك يجب أخذها بعين الاعتبار. 45 هي الحدود اللي قلنا حتى التفنا، 1901 هو هذا التنقل الحر لأهالي فيجيك بحال الناس بالناظور كيمشيو للنيليا غير بالبطاقة الوطنية، تطوان نفس الشيء، نفس المنطقة نجد بأنها كانت مستغلة على هذه الطريقة. 1902 حول الضريبة، السلع اللي كتنقل ما بين الجزائر والمغرب باش ما يكونش تكرار الضريبة على
الموردين او المصدرين. فهذه هي الاتفاقيه الثانيه. اذا استحضرت اتفاقيه الحدود هذه المعطيات، وبطبيعه الحال في سنه 1992 نشرت في الجريده الرسميه المغربيه. وعلاش؟ غير باش نفهموا مزيان، لان وصول الفقيد وضياف الى الحكم كان هناك صرح بان الاشكالات اللي موجوده في الحدود ولا الاشكالات نتاع الصحراء غادي تحل، فاستبشر المغرب خيرا، ولكن الامور لم تذهب كما شئنا. فبطبيعه الحال نقول الان انه كاين هذا الاشكال الحقيقي، لان اشكال نتاع السكنه نتاع كما قلنا في 1920 كانت 400,000 نخلة، وكاين ما بعد السكة الحديدية هناك ما نسميه بالمعدر، هو الذي كان يزود المنطقة بالحبوب لأن أرض خصبة جدا، ولكن كل هذه الأراضي ذهبت. لنأتي إلى قضية العرجة. قضية العرجة طبيعة الحال هي هذه المنطقة التي نتكلم عنها بالضبط، نجد بأنها بعيدة، وحتى الولوج إليها من جهة الجزائر صعبة جدا، وحتى الإشكال نتاع تحديد الواد الغير المسمى فيه إشكال، لأنك يقول الكتبان الرملية، والكتبان الرملية كما نعرف وكما شاهدناها في التاريخ أن الوادي يحرك حتى الكتبان الرملية. الواد لأنك تكون حمولة كبيرة كيدخل الكتبان الرمليه وكياخذها كيهجرها، وهي كتتحولها كتغير المعالم. بالنسبه للعرجاء ايضا كاين واحد سوء الفهم، واش مور الجبل الواد اللي مور الجبل، لان كاين واحد الواد مور الجبل او واد العرجاء. اذن هنا هذا ايضا اشكال كيخص التحديد نتاعو ما بين السلطات. الان العلاقات ما كايناش مزيانه ما بيناتنا، وحنا كنتمناو ان السلم هو اللي يسود المنطقه نتاعنا. ما بغينا حرب، ما بغينا هذا، حنا نؤمن بالسلم والسلام وحل الاشكالات بالحوار. فبطبيعه الحال نقول بان هذا الاشكال الناس اللي استغلوه في العرجه خليناهم من 92 وهما كيستغلوا تما. كاين اللي خلى وكاين اللي باقي حياته كلها مشات، بحال السي عبد الملك اللي التجاره نتاعو كاع الموارد نتاع التجاره نتاعو حطها تما. فبطبيعه الحال هاد الناس كاين مسؤوليه متقاسمه، مسؤوليه الجزائريين اللي خلاوهم حتى لدابا، ومسؤوليه المغاربه، لان ملي كنمشيو للواد كيجي كيقول لك ما تزيدش، ولكن هادو كانوا كيمشيو كيستغلوا منذ سنين، كيمشيو واستثمروا، داروا الطاقه الشمسيه، داروا البيار، داروا السوارج، غرسوا الانواع المتعدده التمور. فبطبيعه الحال حنا كتحمل الدوله نتاعنا المسؤوليه من اجل جبر الضرر، الى حين، لان كنقولوا الى حين ايجاد حل جذري للاشكال الاكبر اللي هو الاشكال نتاع الاملاك نتاع ساكنة فيديك بما وراء الحدود. إذن حتى فرنسا كانت دارت واحد شنو كنسميوه مورس، كانوا دايرين نتيجة المقاومة الجزائرية، كانوا داروا لي فيل باربولي، الأسلاك الشائكة والألغام، باش الناس ما تمشيش، خاصة أن المنطقة نتاع فيديك هي المنفذ الوحيد اللي كيمشي لتندوف وتيميمون وما وراءها المالي الى اخره. فكانت المقاومه المغربيه التي كانت تساند المقاومه الجزائريه كانت تقوم دائما بوضع الالغام في السكك الحديديه. ونقول للجزائريين، لان اتكلم ايضا كابن المنطقه، انه نعم ان المغرب كان يزود الجزائر بالاسلحه، ولكن في وقت الاستعمار، فكان اول مسدس في وهران كان من فيقيق، ذهب إلى فيقيق للمقاومة في الجزائر، وأن أبناء فيقيق جاهدوا إلى جانب الجزائريين كإخوة، وكان جزاؤهم جزاء سينمار هو الذي نعاني منه الآن. فهذا هو تاريخ نتاع المنطقة بحذافيرها. ولكن كما قلنا أنه جبر الضرر نتاع المعنيين بالأمر نتيجة تركهم يستغلون بدون تنبيههم أو حتى ثنيهم
نجد بأنه لا بد من جبر الضرر لكل من يعيش من هذه المنطقة، لأن كاين اللي يستغل وكاين اللي عايش من خلية مقديمة كيمشي يذكرها في التكوار كيمشي، وهذا كان حتى عندنا في تغلى وفي الآخر كانوا الناس كيذكروا وكيجيو، وكانت واحد الذهاب والمجيء إلى الكثير من هذه المناطق لا في الملياس ولا في غيرها، كانوا الناس كيمشيو كيذكروا في وقت الجني كيمشيو يجنيو بدون حتى العسكر الجزائر كانوا كيقولوا من المال هيه، من المال هيه نتاعكم ومن المال عندهم نتاعهم، فكانت تستغل إلى أن قامت الآن القوات الملكية المسلحة بغلق هذه الأبواب مما أدى إلى تضرر كبير بالنسبة للساكنة، لأن كانت هي المنطقة اللي كانت تعيش فيها. إذا الناحية الحقوقية نقول أن الجزائر تتبجح بأن الحدود الموروثة من الاستعمار، فهذه الحدود الموروثة من الاستعمار فيها أن أهل فيكيك لهم أملاك داخل بلادهم لا بد أن يستغلوها، لا بد أن يذهبوا إليها، أو أن تعوضهم تعويضا وجبرا جبرا لضررهم كما تستحق، لأن النخلة راه ماشي هي شجرة الليمون، لأنها تستحق العناية الكبيرة، وكتجيب 3 سنين 4 سنين هي اللي كتعطيك التمرة الأولى، 4 سنين أنت كتسقي والآخر، فالتقويم التقويم تاع النخلة راه كانت فرنسا كانت دات واحد التقويم للنخلة، لأن ماشي هو التقويم تاع الشجرة من الأشجار، لأن هذه كتجيب نص قنطار قنطار، وبالتالي ديروا عملية حسابية شنو غادي تعطيكم، إلا قلنا غير نص قنطار نتاع عزيزة إلا كانت كاع مزيانة ناخذوا غير 40 كيلو 40 غير في 100 درهم، ها أنتم راه غادي تعطيكم واحد الرقم 40 درهم في 4000 درهم في النخلة، فهذا كل سنة. إذا فبالتالي كنشوفوا بأن على اقل تقدير، لان كاين النخله اللي محضيه واللي فيها كتسقي لاخره كتعطي اكثر، فبالتالي كيخص الالتفاته ليس بالكلام نطلقوا الكلام بانه اعطيونا المقترحات، لا مقترحات خصنا نجردوا الممتلكات اللي مشات، الناس اللي ضايعين كلهم اللي ضايعين خاصه في هذه المنطقه الان، على اساس انه يكون واحد المرافعه من اجل ايجاد هذا الحل على الصعيد للبلدين. وكنتمناو ان الخارج الجزائر تخرج من هذا العداء اللي كاين الان، وتخرج من الاوضاع اللي فيها، باش نلقاو الناس اللي يمكن يتفاهموا ونشوفوا الخير للشعوب، لان المستقبل لهذا البلدان هو السلم، هو هذا هو، والناس اللي كيتظاهروا كنتمنى إلى حد الآن راه التظاهر سلمي يثير الانتباه لهذه الإشكالية العويصة، باش تقنعوا الفلاح اللي مشات له الأرض، راه ماشي سهل أنك تقنع واحد اللي كيعاني من هذا الحيث، ونحس بهم لأن عايشين معهم وعارفينهم، فطبع هذا الشيء كله كيجعل أن الدولة خصها تحمل واحد الجهد كما درنا في كورونا كما درنا في الاخر، حتى هاد الناس خصهم يتعوضوا باستعجال، لان كاين اللي عنده المورد الرزق نتاعو هو هاد الواد، واللي من هذا السيد اللي كنعرفو شخصيا اللي كانت عنده تجاره مزدهره خلى التجاره نتاعو ومشى استثمر كل هاد الاموال نتاعو في 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 هاد العرجه، وطبعا ماشي غير هو، هذا مثال، هذا نموذج من النماذج اللي عندنا، لان كنعرفوا كنعرف شنو الاستثمار اللي دار والجهود اللي دارها، فبطبيعه الحال كنقولوا بان كل الذين تضرروا من هذا السدان والاخراج من هذه الاراضي كيخصهم جبر الضرر، وكنتمنى ان السلطات من خلال هذا المنبر وخلال ايضا ما قدمناه في الصحف الاخرى ان تلبي هذا النداء، لاننا لا نريد مشاكل بالنسبة لبلدنا، ونتمنى بطبيعة الحال أن تحل هذه الإشكالية، فنحن الساكنة ندعوها إلى الهدوء وأيضا ضبط النفس،
والاحتجاج السلمي هو حق، باش ما نقولوش حق، ولكن أن نقوم بأشياء غير الأشياء التي تعني هذا الملف فهي زيغان. فنتمنى أن شاباتنا وشبابنا وأيضا متضررين لحسن العوان أنهم يقوموا بهذه العملية ويمر هذا اليوم، ما يكونش هو الأخير، يمر هذا اليوم راه غادي يمر بتعابير سلمية وبهدوء. حنا ما باغيينش هاد، راه كانوا هنايا غير جوج البوليس كيوقفوا في الرون بوان والتظاهره كتكون في جنبهم، حتى واحد ما كيقصش يحد، لان كاين الصحافه اللي تبعات هاد الشيء، جوج البوليس كيديروا لا سيركيلاسيون. فكنتمنى انه نمشيو في هاد الخيار بهدوء. هذه رساله كنقولها لجميع المتضامنين مع الساكنه تيكي ومع المتضررين، كنقول بانه خصنا نفوتوا هذا اليوم على اساس اننا كاين لجان اللي داتها الساكنه في تيكيك سواء في فرنسا او في كندا او في الولايات المتحده الامريكيه، في المدن الكبرى في المغرب كلها كتجند خص باش نمشيو، لان كانت واحد العمليه دارت هذه 12 13 سنه، لان جمعنا الاملاك، الناس اللي عندهم الملكيه في هذه المناطق اللي هضرت عليها كلها، جمعنا واحد المجموعه ودرنا ملف، ومع الاسف قدمناه لرؤساء الاحزاب في هذيك الوقت وايضا البرلمان، ولكن لم نجد الاذان الصاغيه. كنتمناو الان انه يخص نلقاو الاذان الصاغيه سواء لدى السلطات المحليه اللي خصها تعاون في جرد كل هذه الممتلكات الضائعه، ونقوموا تساعدنا ايضا كمجتمع مدني، تساعدنا كمتضررين للمرافعه سواء داخل الجزائر او داخل الاليات الدوليه اللي ممكن اننا نلتجئ اليها. فبطبيعه الحال كانت ردود بعض رؤساء الاحزاب ان حتى الجزائريين متضررين من المغاربه، ولكن نحن لا نريد ظلما لا للجزائري المواطن الجزائري ولا ظلما للمواطن المغربي. فنحن املاك، مع الاسف انا كنقولها لان اتاسف، لان الكثير من النخل اللي كان في هذه المناطق اما تحرق او انه، لانك علاش قلت لكم كيخصو التهلو، لان الواد كيجي كيحمل كيردم النخله حتى يمكن يجيفها. اذا كل سنه كيخصك تمشي تحيد ديك الرمله، وواحد العمل اللي خصو اليومي، فغير الريح راه كيعمر. إذن هذا العمل الشاق كنجعل انه نتمناو ان المنابر نتاعكم تكون وفيه لهذه الرساله اللي كنقولوها، ان الحق دائما راه مع الحق، وحنا معنا الحق، ونتمناو ان الجزائر اللي كتبجح بان الاتفاقيه الاستعمار، اذا راه هذا جزء من تلك الاتفاقيه، ونتمناو الخير لبلادنا، ونفوتوا هذه الساعه بطمأنينه، لا باش نكونوا صراحة، لا المتضررين رغم التضرر فكلهم كيناشدوا بانهم خصهم جبر الضرر، وخص ماشي الاقتراحات فقط اللي من عندهم، وما غادي يخص الجر نتاع الاستثمارات اللي دارت والخسائر اللي كاينه. ما يمكنش انهم نقطعوا الارزاق فقطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق. وشكرا كاضافات الاستاذ الكبير.